كوميونيتي أو مجتمع الكلية، مسلسل كوميدي أمريكي من إعداد دان هارمون، عرض لأول مرة في العام 2009. تدور أحداث المسلسل حول 7 أشخاص فشلوا في فترة معينة من حياتهم، ونتيجة لذلك اضطروا إلى الالتحاق بكلية المجتمع لتصحيح أخطاء الماضي. ودون الخوض بتفاصيل أكثر، تتحول هذه المجموعة من الغرباء إلى مجموعة من الأصدقاء غير المحتملين إطلاقاً، ويجد أفراد هذه المجموعة ضالتهم، إذ تقل فرصهم في الحصول على صداقات بشكل رهيب حين ينفصلون عن بعض، وفقط في وجودهم معاً يكونون مجموعة مترابطة من الأصدقاء. حصل المسلسل على استحسان النقاد وظهر في العديد من قوائم أفضل المسلسلات التلفزيونية في الأعوام 2009 إلى 2011. سميت معظم حلقات المسلسل بأسماء حصص ودروس جامعية مثل الأنثروبولوجيا 101 ومقدمة الأفلام، وتتركز غالبية الموضوعات على الصداقة والعلاقات الاجتماعية والمغامرات اليومية.